نرحبوا بالضيوف الكرام اللي كيمثلوا جميع الانديه المنضويه تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للكره الخليجيه. وقبل كل شيء كنتمناو السلامه وبعد ذلك التوفيق للجميع. التظاهره اللي كتنظم سنويا تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه للكره الحديديه اللي كتعرف اليوم المشاركه ديال 182 ثلاثيه يمثلون 31 ناديا من عصبه الدار البيضاء سطات وعصبه الوسط. احنا فخورين بالمشاركه في هذه التظاهره ديال اللي نظمتها وئام بني خلف. صراحة تنظيم جيد، كنشكر المسؤولين على هاد التظاهرة وحظ موفق لجميع المشاركين. واللي معروف على القانون ديال اللعبة هو أنك كتجرى في إطار إقصائيات، في إطار مجموعات من أربعة أندية، كل مجموعة كيتأهلوا منها جوج فرق، وكتبقى داك الشيء مستمر إلى نصف النهاية والنهاية. والناس اللي كاين جوج مباراة كتسمى كونكور وخرى كتسمى كونسولاسيون طردية، فجوج كيمشيو هكا وجوج كيمشيو هكا، وكاين جوائز مادية نقدية وكؤوس وميداليات على حساب الترتيب ديال الفرق.